الثاني حيث رفع أولي الفعل لك جئت ومدعى وإن يجر في مضي فكم وما هو في الحضور معنى اسم السنة مثل كاف اسمه بمعنى مثل. قال بكاللقوة الشغواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكمين المقنع. وقال ابنها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء والله غالب. قال كل التشبيه نضع نعجال أخرى. قال أتنت هنا ولين هذا وي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ولين هذا وي شطط كالطعن الكاف ونسب ويفعل ولينها بمعنى مثل واضح. أنا قولي واستعمل اسما وكذا عن وعلى عن حرف جر وتستعمل اسما وعلى حرف جر وتستعمل اسما من أجل عليهما من دخل. قال ولقد أراني للرماح ذريئة من عن يميني عن اسم وإلا لما قبلت منه. وسبق مرة بنا أن علامة الاسم قبول حرف الجر وكذلك على. قال غدت من عليه يصف قطاه وقد ذهبت عن بيضها بسبب العطش. غدت من عليه بعدما تم ظلمها تصل وعن قيض بزيزاء مجل من عليه عليه نعم من فوقه إذا صارت هنا على شهادة على وقعت اسما من أقوله واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل عليه ما من دخل. أنت أقرب هذا وتورب اسم مجرور محل جر ومذ ومنذ اسماني. قال ومذ ومنذ اسماني مذ ومنذ مر بنا والبدل أنه ما حرف جر. قال ومذ ومنذ اسماني حيث ورفع لك في اللغة العربية تقول ما رأيته منذ يوم الخميس يوم منذ يوم ومنذ مبتدأ ويوم خبره ولك أن تقول منذ خبر مقدم ويوم الخميس مبتدأ. ما رأيته منذ يوم الخميس فمذ مبتدأ ويوم الخميس خبره ولك أن تقول منذ يوم الخميس إذا قلت منذ يوم فمذ مبتدأ إذا اسم وإذا قلت منذ يوم الخميس لغة عربية فصيحة ويوم الخميس مجرور بمنذ فإن حرف جر. أنا أقول ومذ ومنذ اسمان حيث ورفع جاء ما بدأ ما مرفوع. ودقة ابن مالك انتبه له هنا بعضهم قال منذ مبتدأ وبعضهم قال منذ خبر وابن مالك جرح إلى أنها مبتدأ وقال حيث رفع مر بك أن المبتدأ رافع من الخبر ورفعه مبتدأ بالابتدأ كذلك رفع خبر فهو هنا انتصر جرائي القائل بأنهما مبتدأان وماذا خبر. وتقول العربية ما رأيته منذ سافر ومنذ اسم لكن ليست مبتدأ بل هي ظرف محل نصب واضح. أنا قوله ومذ ومنذ اسماني حيث ورفع أولي الفعل كجيت ومدعى وإن يجر في مضي فكمنهما وبالحضور معنى في السيف. إذا كان مجرورهما قد مضى تقول ما رأيته منذ يوم السبت يوم السبت مضى التقدير ما رأيته من يوم السبت. وتقول ما رأيته منذ يوم الأربعاء نحن في يوم الأربعاء ما رأيته منذ يوم الأربعاء في يوم الأربعاء. أنا أقول وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في السيف نقرأ وبعد من وعن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكافي فكف وقد يليه ما وجر لم يكف. من وعن والباء من أقوى حروف الجر ولذلك تدخل ما بينها وبين المجرور فلا تكفها تتسلط عليه وترفعه من فوقها. قال مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا من جبت خطيئاتهم من فوق ما. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال فبما رحمة من الله لنت لهم. أنا أقول وبعد من وعن وباء زيد ما كافة تكف إن وأخواتها فمر بك وتكف طالما وقلما وكثرما فلا ترفعه فاعلا قوي جدا في الكف ومع ذلك تدخل على هذه ولا تكفها. قال رحمه الله وزيد بعد رب والكاف فكف زيدت بعد رب والكاف فكفتها. قال ربما الجامل المؤبل فيهم ما كفت رب لم تجر الجامل مبتدا والمؤبل صفه وفيهم خبره. قال وزيد بعد رب والكاف فان الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم كما الحبطات ما كفت الكاف حبطات مبتدا وشر خبره. قال وقد يليهما وجر لم يكف قد تليها ولا تكف الجر. قال رب تماغارة شعواء رب تماغارة رب جرت غارة وجاءت مغرة تكف ولا قليل سمع قليل. الثاني قال وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم كما الناس الكاف لم تكفها ما كما الناس مجروم عليه وجارم على قوله وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليه ما يجر وحذفت رب فجر. الأصل أن الحرف لا يعمل إلا مذكورا
الاسم الفعل ذو أصالة في العمل يحذف ويعمل. يا عبد الله أدعو عبد الله إياك والشر زيدا أكرمه، كل هذا عامل فيه فعله محذوفا، ولكن الحرف لا يعمل إلا مذكورا. ومع ذلك رب الطرد في اللغة العربية أنها تحذف بعد بل، كقول العجاج راجز بني تميم قال بل بلد من العلف جاج قتمه، بل بلد مجرور برب محذوف بعد بل، بل مهما انقطعت بعد مهما هي مهما هي مجرور برب محذوف وحذفت بعد بل. والفاء قال امرؤ قيس بمثلك حبلى قد طرقت ومرضع بمثلك حبلى اي فرب مثلك. وبعد الواو كثير جدا، قال الحطير وطاوي ذلاذ عاصي بالبطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسماء. قال امرؤ قيس وليل كموج البحر ارخى سدوله وواد كجوف العير قبل انقطعته. هذا كثير هذا نقول بعد الواو شاع ذلام الاقراء. كيف نعرف تقديرها يا شيخ يعني حسب ورودها بعد الباب؟ بالمعنى ربما جرت محذوفة بعد غير هذا. قال أحدهم رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار رب رسم دار حذفت رب وجرت. والكوفي لا يقدر هذا، يقول مجرور بها رب مجرور بفاء رب، والكوفي يتعامل مع الذي أمامه. نعم التكثير اسمعك التكثير رب للتكثير والتقليل. وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مطردا يجرب. سئل رب بن عجاج كيف أصبحت؟ قال خير عافاك الله. قال خير عافاك الله أي على خير حذر على. وكذلك بعد كم الاستفهامية إذا جرت بحرف الجر تقول في كم دار سكنت، في كم من دار، وبعد لفظ الجلالة دائما تقول الله. وكذلك إذا كانت جوابا لما ذكر مع الفعل تقول بمن مررت، تقول زيد أي بزيد، لأن الجواب على ما جرى. واضح؟ لأن أقوله وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرام الطالدة.